فساد 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 لن ينتهي الفساد في وجود هذا الاتحاد. دي كانت الدخلة. السلام عليكم حبايبي وحبايبي الحريف في كل مكان من المحيط إلى الخليج، كل حبايبي وحبايبي الحريف في الوطن العربي، كل حريف وكل حريفة وحشتوني وحشتوني. وأنا جاي لكم النهاردة بأخبار حصرية وأخبار أكثر من رائعة، ولكن فضلا وليس أمرا تدعم القناة الاشتراك سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وعشان نفضل أنا وأنت على خط واحد. قبل ما نبتدي الحلقة نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وعشان قلبك يطيب، وبعدين نرجع نقول أخبارنا الحلوة اللي إن شاء الله هتعجبك. البداية ما حدث أمس في مباراة إنبي وفيوتشر، حقا فساد من الدرجة الأولى، توأمة بين اللعيبة وحكم المباراة، مفيش أكتر من كده. نحن هنا من أجل الحقيقة، من أجل الصراحة، من أجل الوضوح، كلها حيادية، لا يوجد كبير ولا صغير، ولكن نحن هنا من أجل الحق فقط. ما حدث امبارح فساد علني من الدرجة الأولى. حكم ده يتحاكم، لابد أن يتحاكم على ما حدث امبارح. كانت مباراة بين انبي وفيوتشر في كاس مصر في دور الاثنين وثلاثين، واللي يكسب منهم يقابل المصري البورسعيد. المباراة كانت في التاسعة والنص، المباراة خلصت الساعة 12:30، المباراة انتهت الساعة 12:30. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش، ولكن كله بأدلة، احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، كله اهو. المباراة اتلعبت، كرة خبطت في رجل الحكم، والقانون بيقول الكرة لو خبطت في الحكم الماتش بيقف وبيعمل اسقاط، ده القانون اللي الدنيا كلها فاهماه، ولكن امبارح نادر امر الدولة عمل قانون لحسابه. مين ياخد الدوري، مين ياخد الكاس، مين ياخد اي بطولة، ما عندي ما فيش ايدنا مشكلة، ولكن بما يرضي الله. بعد كده طرد عبد الظاهر السقا كارت احمر وطرد، خلصنا من القصة دي. الماتش ادارة انبي او الجهاز، الجهاز انبي ما عجبوش، راح موقف طلع اللعيبة بره شوية، وطلع حد من بتوع المسؤولين فوق في انبي قال له خليهم ينزلوا ولعبوا الماتش، وتعادل انبي، وتعادل انبي، ولكن الماتش توقف لوجود مشكلة في البار لمدة ربع ساعة حسب وقت ضايع 25 دقيقة. بعد كده اكسترا تايم، بعد كده ضربات جزاء، وفاز انبي على فيوتشر، وفيوتشر ودع البطولة. ودي كانت حكاية الفساد في الكرة المصرية، في لجنة الانضباط ولجنة الحكام، الناس دي كلها طلع مسؤولين وطلع ناس كبيرة فاهمة في التحكيم مليون المية، قالت هدف فيوتشر غير صحيح. اللي بيطبل بيطبل بقى، واللي بيطلع قال صح قال صح، لا، ولكن هدف غير صحيح 100%. ده بالنسبة للقاء فيوتشر وين امبارح، بس عشان ما ياخدش ايه ضربة جامدة الموضوع ده. كولر والنهاردة عنده لقاء جامد مع سيراميكا، طبعا مش عايز برضو يضحي برجالته في لعب في التشكيل، انا عايز جمهور الاهلي ما يقلقش، ولكن الماتش ده لا يعني شيء بالنسبه للاهلي، هو بطل الدوري الرسمي، لا يعني شيء بالنسبه للاهلي، ولكن الراجل محتاج يطمن على لعيبته ويظبط الدنيا، وفي نفس الوقت يريح اللعيبه عشان عنده مباراه قويه يوم 4 مع الوداد، نهائي دوري ابطال افريقيا، وعايز يحسم الماتش من هنا قبل ما يروح المغرب.
حبايبنا المغاربة احنا على راسنا، هتنورونا وهتشرفونا في مصر، وانتوا احنا كلنا عرب واخوة وحبايب، ونتمنى لقاء يليق باسم الفريق. ده بالنسبة للقاء الاهلي. مبروك الاتحاد جدة وصوله لكأس العالم للأندية، ومبروك بطولة الدوري السعودي. طارق حامد وأحمد حجازي مبروك للاعيبة المصريين اللي بيلعبوا في صوله اتحاد جدة. مبروك لإدارة اتحاد جدة، مبروك للسعودية، مبروك لأهل السعودية، مبروك لكل عاشق الفالنة، فالنة اتحاد جدة. مبروك وصولهم لكأس العالم للأندية، ومبروك الدوري اللي غاب عنهم 13 عام. طبعا قائمة مبدئية للمنتخب، طبعا محمد صلاح ومرموش والعتاولة بتوعنا أحمد حجازي وطارق حامد، وفي كان 7 لعيبة كده كان اختارهم المدير الفني للمنتخب. دي قائمة مبدئية لسه، طبعا بعد ما يرجع لعيبه الاهلي من مباراه افريقيا هيبتدي بقى يظبطوا الدنيا. ده بالنسبه اللقاءات. في خبر بيقول، خبر وصل النهارده ان حمزه الجمل قدم استقالته، ولكن انا عارف ان الخبر ده غير صحيح. النهارده في السابعه كان اخر تمرين ليهم قبل السفر غدا في 6 مساء للذهاب الى القاهره لمباراه المقاولون العرب في الجبل الاخضر. مباراة صعبة على الإسماعيلي يوم الأربعاء. المقاولين جريح والإسماعيلي جريح، وطبعا الاتنين ولاد عم، مين يكسب مين يخسر، عايزين نستمتع كورة وخلاص. أهم حاجة إن احنا نستمتع كورة، ما نطلعش من كيليان مبابي أحسن لاعب في فرنسا لهذا العام، واخد أحسن لاعب في فرنسا. أخبار سريعة كده. اتمنى من كل حبايبي ومن كل عاشق الحريف في كل مكان، من كل حريف ومن كل حريفة، تدعموا القناة بالاشتراك واللايك وانتظار التعليقات. هتوحشوني، ولكن حلقة بكرة يكون فيه اخبار اكثر من رائعة. اتمنى اللي وصل معايا لاخر الحلقة شابوه، وهتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.